كبير يا انت الحجار مين وحش الجواب الوحش اهو اسلم عليك الوحش اهو الوحش اهو هو ده كلامه السلام عليكم يا رجاله ايه اللي جابك هنا يا شوكت؟ جاي لاخويا اخويا اللي ما بيردش عليا في التليفون وبيطرب مني خش في الموضوع يا شوكت الجوازه بتاعت البيت مش هتتم الا لما كبير عيله الحجار يوافق ويحضرها ولما انت بتفهم في الاصول قوي كده ازاي توافق ان حريم عيله الحجار تتجوز واحد من براها ريا لطفي البيت بتحبه بقى تسيب صبر ابني اللي من دمنا وتجوزها حته عيل تافه لا نعرفه ولا يعرفنا وطي صوتك الواد بره بره بيهبب ايه راح لك البيت مرضيتش تقابله راح لك الشغل قالوا له انك مسافر وانا مفهمه ان الجوازه دي مش هتتم الا لما الكبير يوافق ازاي انت جننت استنكت اكتر ازاي عيله الحجار كلها ابطال ولا نسيت يا شوكت وعلى كده عريس الغابره ده له في الرياضه والبطولات هو بيحاول زي ما تقول كده بيشتغل على نفسه يعني ايه ده مساء الخير ايه اللي قلعك ما انا كنت لازم اقلع عمي انا داخل ساونا هو انا رايح ساقية الصاوي الله يخرب بيتك كان قربوا يقتنعوا اقعد اقعد يا حبيبي اقعد لما اعرفك على عمام العروسه اقعد نشأة الحجار اخويا الصغير بطل العالم في الجله تسمع عن الجله لا اسمع عن الجله اللي بتلزق الجزم وبكل فخر اقدم لك نجم العيله اخويا الكبير لطفي الحجار بطل العالم 12 مره على التوالي في رفع الاثقال تشرفنا كوتش تشرفنا اما ده بقى صبر لطف الحجار ابني ربنا خليهولك ابنك هو حد عنك ربنا خليهولك بطل العالم ثلاث مرات في كمال الاجسام تسمع كمال الاجسام لا اسمع كمال ابو ريا عمر مهندس ديكور كبير بيحب نسمة قوي وتفتكر واحد زيك يقدر يحمي نسمة احميها من ايه بس يا عم هي عليها طار ولا حاجه انا بحذرك يا عمر اي هواء او البنت تشتكي منك في يوم انت عارف هيتعمل فيك ايه انا اتعمل فيا خلاص يا عمي انا اتعمل فيا طب انا بقول يا جماعه فرصه سعيده قوي ويعني انا اتشرفت ودي دعاوى الفرح قبل ما تدوب في ايدينا كلنا واستاذن انا على فين انت مش مستحمل الصهد ولا ايه الساونا اكتر مكان بيبان فيه قوه التحمل صبري ايدك يا عريس يا عم احنا نلعب كيلو بامية ولا ايه؟ عارف مسمينا عيلة الحجار ليه؟ ليه؟ عشان قلوبنا انشف من الحجر
تشيل. ألف مبروك توحشيني يا باكو. مبروك يا عمر. باكي مبروك. توحشيني يا باكي. توحشوني. هو ايه النسمة اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافرة ليبيا؟ فرحانة قوي، فرحانة قوي يا عمر ان بابي وافق. انت كده فرحانة؟ اه. امال في عز ابوكي هتعملي ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. الحقيقة عطلت. ايه في ايه؟ في ايه؟ بنتك عمالة طاعت الناس هتفتكر ان انا خطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان الناس ما حساسة قوي، وبعدين بيني وبينك الموقف انا مش قادرة كمان. عمر، هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحانة بعد عنك. ده انت هتشوف ايام طين. قولي لها اي حاجة يا طنط. ايه ده؟ سيبوني وارجعوا. بس يا بابا، بس حبيبي قولي لنفسك، ها؟ دي نادين اخت نسمة الكبيرة. هي شكلها اختها فعلا. على الله. تروح فين؟ نزل ارقص يا عم. ما ارقص؟ لا ارقص. طيب هرب ارقص. طلعتي ليه؟ تضايقتها يالا؟ بابي. ايه روحي؟ بابي فرحانة. ايوه صورة لو سمحت. حاسب يا ابني. مش كان زمانك مكان التافه ده؟ بلاش الكلام اللي فور الدم ده يا بابا، ما تخليش هو مطربق الفرحة اللي فيه. حسين عبد الفتاح ابن عمي 12 ميدالية بطولة عالم في رفع الأثقال. اوه اثبت يالا. لا الصراحة بقى أنا مش قادر أمسك نفسي. انا عايز اقولك ان انت جيتي في المكان المظبوط. القرنبيط هنا تحفة لدرجة ان ده تاني طبق اعمله منه. اه بس ده مش قرنبيط، ده بروكلي. قرنبيط او بروكلي اهو كله بيجيب انتفاخ يعني. ابراهيم زكي صاحب عمر الانتيك. وانا اسمي نادين. انت عارفني بقى. لو في وقت يعني هو ممكن... في حاجة نادين؟ لا يا باشا، هي كانت بتسأل عن الخبيزة وانا قلت لها ان هي بتطلع في الشتاء. خبيزة؟ اه. لا انا برشح لك المحشي حبيبي. اه اسمع تعالى عمك، فاكر كده انا سلامين كمان وهجيلي فتاء. خلاص اهو توتوس بطل العالم في السومو. اهلا وسهلا. توتوس تيه وستيه ما طلعش. اللي عدى الجمال ده شفته مرة واحدة. عيني بردة. بتحبني؟ بحبك. انا بموت فيك. وانا كمان. تعرف يا عمر؟ ايه؟ انت اول واحد احس معاه بالامان بعد بابي. ما تريح دماغك الناحية التانية عشان رقبتك ما تتسعش. ها؟ ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقولك ايه، اتعدل كده وتعاملي عادي. تعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجة ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه ده؟ بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. اه قليل ادب بقى. الله لا لا ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريق. ايه هتضرب رجاله؟ اه. طب نعجل الموضوع يا جدعان اللي بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه العرصه مش كده بكتير. شخطه واحده الموضوع هيتم. اهرب يا نسمة! اهرب يا ابن شغل! حرام عليكو! الرجولة ما بتقولش كده! يا عامة! جيب العواب سليمة يا رب.
ايوه ده هي. انا مش قلت محدش قرب لها؟ والله يا كابتن مصر ما حد جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي، مش شايفش حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور، طمنا. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. أيوه. هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجه في ايد ربنا، احنا عملنا كل الاشعاعات والتحاليل اللازمه، واول ما تطلع النتائج هنطمنكم. سلام عليكم. عليكم السلام. لا اله الا الله. انا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطف يا اخويا، انا فيا اللي مكفيني، ارجوك كفايه. نادين. ايوه يا بابي. سبع البروبه جوزها فين؟ في اوضه 305. في ايه؟ الراجل عيان، الزياره ممنوعه. انا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياه والموت، سبتهم يضربوكم معرفتش تحميها يا جبان. ايوه عمي، ما هي دي الخطه، انا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا، فنسمه تهرب بالسلامه. يا سلام، هو انت لسه شفت ضرب؟ على فكره عمي انا ضربت كل انواع الضرب، فما افتكرش في اضافه ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، احنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. سمي يا الله. الله بسم الله الله اكبر. يا جماعه انتوا تتبعوا بعزه ولا ايه؟ بابي نسمه فقت. عمي انت حاسبني متعلق زي البولوس كده؟ انا محتاج انزل عشان اطمن على نسمه. حبيبي انت في الوضع ده محتاج باكواجي ينزلك. نسمه عمي. الحمد لله على سلامتك عمي. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم ما حدش فكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حاله نسمه وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه، بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه، في ايه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو ايه اللي اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده؟ يالا انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف في الجراله؟ لا مش مكسوف، واعلى ما بخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لهنا القيادات. الصوت يالا احنا في مستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي؟ ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمه محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمه ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربيه وسقت زي المجنونه. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكره. وانت بتركبي العربيه يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر اللي هو ده. يا دكتور نسمه كويسه ما فيهاش حاجه، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجه تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمه تروح معاك؟ نسمه هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا ساده عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة بنتي، انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. اها عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا خميلي خدي بالك من البنت واستنوني برا، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشة، رقيقة، رومانسية. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسية الزجاجية الهشة. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجة. دي نفسية عاملة زي الازاز الستة ملي، اقل زلطة فيه ممكن تشرخه. زلطة ايه وازاز ايه؟ نسمة تعاني من صدمة عصبية شديدة، ده لانها كانت عايشة طول عمرها في حضن ابوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر امان ليها. طبعا بعد ما انتقلت لكنفك بصفة جوزها، لقت ان الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقة اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. والله بص فضحتك بقت بجلاجل. والله
فاضلك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء، اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور، حضرتك تقصد ايه؟ لو عمر طلق نسمه هنلاقي المشكله هي هي مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكله اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في عربيزك. الله يخرب بيتك يا شيخ، عقدت لي البيت، يا ريتني ما وافقت على الجوازه ولا سمعت كلامهم. المهم يا دكتور طمني، البنت هتخف؟ طبعا، بس لازم تتبعوا التعليمات اللي هقولها لكم بالحرف الواحد. اولا نسمة لازم تعيش حياة طبيعية، ثانيا ما تحسسوهاش ان هي مريضة، ثالثا وده الاهم لازم ترجع بيت عمر، اي بيت جوزها، انت عليك عامل كبير جدا، لازم البنت تشوف شخصية غير اللي شافتها في الخناقة. شخصية تانية ازاي يعني يا دكتور؟ اتنكر ولا ايه؟ انا هفهمك، نسمة لازم تشوف شخصية قوية قادرة على حمايتها في اي خطر، فهمني يا عمر؟ فهمت يا دكتور. الحمد لله على السلامة. نورت بيتك، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروسة، الحمد لله على السلامة يا عمر بيه. عنك ايه عني دي؟ ايه عني دي؟ شايفني حتة عيل مش هعرف اشيل شنطتين؟ في ايه يا عمر باشا؟ عمر باشا؟ عمر باشا؟ شايفني لابس طربوش قصادك؟ طب انا اسف يا عمر افندي. عمر افندي ده بيتريق عليا، ما تقولش نضمه احسن، غور من قدامي يلا غور. انا داخل الجواز، لا لا الا الله، عايز يشيل الشروط بدالي، انا راجل. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي يا نسمة، اتفضلي. الحمد لله على السلامه، نورت بيتك، اتفضلي. مش ناوي تطلعي اوضتك بقى تغيري كده وتفكي؟ عشان احنا الليله هنعمله الليله، انت الشمس وانا ضو الليله. ايه ده؟ ده انا اقصد يعني انت تقعدي في الحته اللي نفسك فيها وبالهدوم اللي عليكي، ما تغيريش خالص. انجوي انجوي. جعانه؟ بصي بقى، انا هعمل لك طبق ريزوتو بالسي فود مش هتاكلي زيه غير في باليرمو. تلفزيونك، كنبتك، نص ساعه الاكل هيكون جاهز. انجوي ايه؟ انجوي 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 انجوي. بصوا على ملوا عينيكم منه عشان هيوحشكم، مش هتشوفوه تاني. عايز احمقوني لحميكم وهبجدكم وشديد ليكم كمان. والخاين جامد قوي اخويا منصور. سيبه عشان خاطري، عشان خاطري سيبه منصور. محمود ولو ظبط حياتهم ومطرحهم من النهارده مفيش حكومة. أنا الحكومة، أنا الحكومة. مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ أنت نسيتي إن أنا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبة، أنت مركز لي بقى. نادين أنا عندي سؤال، إزاي واحدة زيك متسابة لحد دلوقتي؟ إيه متسابة دي؟ أنت بتكلم كلبة؟ أنا أقصد إزاي واحدة جميلة وسبور وأمورة زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ أنا صحفية ومعدة برامج، بس بحكم شغلي يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي. آه طيب، سلام سلام سلام. لا 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 استنى، رايح فين؟ هقفل. الله، مش أنتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟ لا يعني ما أنا ابتديت أفكر. عامل لك شوية ريزوتو من الآخر، حاطط لك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي، مش خسارة فيكي. نسمع، انت نمتي؟ انا السبب. طب والجمبري؟ انت مش هتموت، مش هتموت يا كريم. فتح عينيك يا كريم، فتح عينيك، قلت مش هتموت. عمالين نقول الليله هنعمله الليله، انت الشمس وانا الضو الليله، وفي الاخر طالع شايلك هيله بيله. فتح عينيك يا
باين يوم لهبل ده. فتح عليكي، فتح عليكي يا كريمة، كريمة. منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجة، انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج، ده اسمي على جروبات شات مصراوي، انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي، عندي 33 سنة، برج الدلو ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر؟ عمر شريكي في مكتب الديكور على فكرة. طب معلش ثانية واحدة كده. طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز. وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخنك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمة على السرير وعمالة تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجة. حد طلع لها في الحلم هتقول لها منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر بلاش نيتك الوحشة دي يا عم، ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله ده انت يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز تلاجة. اقفل يا ابن العبيطة. صباح الخير يا حبيبي. عملك نسكافيه معايا؟ ماشي. بلاك ولا باللبن يا منصور؟ منصور نسبة بنت انا بتخونك قطع لسانك. ولا انا بنت متربية احسن تربية. ايوه اللي ربى بتاع مربى. مين منصور ده يا جدعان؟ مين منصور؟ اللي بيلعب ورا سور. ما ترسونا على التيت يا جماعه. الله انتوا اتجننتوا، هتتخانقوا مع بعض هنا. عيب عيب يا اساتذه، انتوا في عياده الدكتور شبراوي عظيمه مش موقف ميكروباص. اقعدوا خلونا نبحث الموضوع بهدوء. ايه اللي حصل يا عمر؟ اللي حصل فضيحه يا دكتور. اتفضل اتفضل. شوف الهانم، شوف الهانم وانا بتطعن في شرفي. منصور حبيبي. هي نسمه كانت تعرف حد ايام الجامعه اسمه منصور، كانت بتحب حد ايام المدرسه اسمه منصور. نسمه ما بتحبيش عني اي حاجه يا دكتور، والكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. عمر انا محتاج اعرف بالتفصيل الممل، بعد ما روحتم حصل ايه؟ ولا حاجه. اول ما دخلنا البيت راحت قعدت في الليفنج، فقلت افك جو التنشنه شويه، ورحت فتح لها التلفزيون ودخلت المطبخ عشان اطبخ. حلو قوي. طبخت ايه؟ طبخت ريزوتو بالسي فود. وانت بتطبخ كانت هي بتعمل ايه؟ كانت هي قاعده بتتفرج على فيلم في التلفزيون. فيلم ايه؟ متهيالي فيلم الجزيره. فيلم الجزيره. انا جدها طول ما انت جنبي. كمل كمل. ابدا بعد ما الريزوتو جهز خدت الريزوتو ورحت بيه لحد عندها، لقيتها نايمه ورحت شايلها وداخل على. خلاص خلاص انا فهمت. فهمت ايه يا دكتور؟ ده يا ساده منصور اللي نسمه بتحبه. نسمه بتحب احمد السقا؟ نسمه مش بتحب احمد السقا، نسمه بتحب منصور، الشخص القوي الشجاع اللي لقيت فيه كل الصفات اللي ما لقيتهاش فيك انت وانت بيتمسح بيك البلاط. يا اخي ربنا ينتقم منك، جننت البنت، كان لازم تطلقها وفورا. طلاق ايه يا شوكت بتتكلم عنه؟ البنت بتروح منا. لا يا شوكت، الطلاق هيجيب نتيجه عكسيه. انا محتاجه اشوف نسمه بره جو العياده، مش عايزها تلاحظ ان احنا حاطينها تحت الملاحظه، وبعد ما تخلص الملاحظه اقدر انا احدد العلاج. طب وانا المطلوب مني يا دكتور دلوقتي؟ انت عليك دور كبير قوي يا ابني، انا عايزك تهودها على الاخر. لو هي شايفاك منصور اتعامل كأنك منصور. اتعامل كأني منصور ازاي يا دكتور؟
طب افرض حضرتك قامت من النوم شافتني فيفا عبده، اتحزم وارقص لها؟ يا سلام، الاكل حلو قوي يا مدام كاميليا، طعم بشكلي بالهنا والشفا يا دكتور شبراوي. و يا ترى نسمة بتعرف تطبخ زي مامتها ولا ايه؟ تطبخ؟ ده احنا ما لحقناش نسلق بيضة. هو انت طلبت مني حاجة وانا ما عملتهاش يا منصور؟ منصور؟ الله يخرب بيت منصور، على بيت هند صبري، على فيلم الجزيرة. منصور مين يا بنتي؟ لا ده الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ نسمة حبيبتي، انت ما تعرفيش حد اسمه عمر؟ عمر؟ لا ما اعرفش حد اسمه كده. عمر يا نسمة اللي كان معانا في العيادة. هو احنا كان معانا حد اسمه عمر في العيادة؟ اه ده التمرجي بتاعي. تمرجي؟ هي وصلت التمرجي؟ استأذن انا. على فين؟ طالما تمرجي بقى هروح ادي حقنتين وارجع لك. استنى منصور، انا عايزك وانت يا سيد شوكت، انا عايزك في موضوع مهم. انا لسه ما خلصتش اكل. الموضوع اللي انا عايزك فيه اهم من الاكل. كما توقعت، نسمع عندها اورتومينيا. ايه الاورتومينيا ده يا دكتور؟ الاورتومينيا ديت الاسم العلمي لمرض هوس العشق. المريض بيقع في حب شخصيه موجوده في خياله هو بس، زي مثلا نجم سينما، بطل اسطوري، وطبعا بيحاول يعوض الصفات اللي فقدها في شخص عزيز عليه، زي الاب، الام، الزوج، زي حاله نسمه. يعني نسمه دلوقتي عايشه في حلم، لو فاقت منه اكيد اكيد هترجع لطبيعتها وتنسى كل شيء وتبقى زي الفل. مش فاهم حاجه. معلش يا دكتور، هو احنا نتب حضرتك معانا شويه، ممكن بس تبسط لنا الموضوع شويه؟ يعني نسمه بتحب شخصيه منصور في صورة عمر. بعد اذن حضرتك بقى، يعني نسمة دلوقتي شايفاني منصور ولا عمر؟ شايفاك عمر، لكن في شخصية منصور، الزوج الذي كانت تتمناه. لا اله الا الله، سامحني يا دكتور، انا دخت منك. باختصار يا سادة، ومن غير ما اطيل عليكم، عمر بالنسبة لنسمة برواز، برواز مرسوم جواه شخصية منصور. انا مش فاهم حاجة، هنحل مشكلة ازاي يا عمي؟ تمثلنا انا؟ حل انت حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا عم؟ مجوزك البنت ورده مفتحه، ما مش حاجة. كانت زي الفل. ايه ده عم؟ جبت لها المرض، ربنا ينتقم منك. بس انا الغلطه، الغلطه اللي جوزتها كلب زيك بس. إيه بلاش عرف يا عمي، بلاش اللي تقدر بقى. ايه ده عمي؟ عشان نحل المشكله. انا الغلطان يا عم. استغفر الله العظيم. عمر تحت امرك، انت لازم تقهر منصور. اقهر اعمل ايه يعني؟ نادين. نعم. انت صحفيه؟ ايوه. دبري مقابله مع احمد السقا. احمد السقا يا جماعه انتوا بتهزروا؟ ده انا بقالي سنه عايز اعمل معاه انترفيو، مش عارفه يا اما مسافر يا اما بيصور. يعني عمر مش هيعرف يقابله؟ اسمعها، انا قابله، انا مش هقابله لوحدي لانه مش هيصدقني. وانا مالي يا اخي؟ انت المسؤول عن الموضوع ده يا دكتور. هو في يا جماعه، انتوا خدتوا قرار خلاص ان انتوا هتقابلوه؟ مش بالسهوله دي على فكره. الموضوع منتهي. طب وهنعمل ايه؟ سيبونا افكر. دباح انزل لي يا دباح. اهوي سقوا سقت ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ فين البضاعة يا دباح؟ مفيش بضاعة. ده انت بتشتغلني بقى، انا عربي شطة اللي مسمع في كل حتة. اعلى ما في خيلك اركبه يا قرن شطه. يبقى انت اللي جنيت على موتك وانا اللي اشتغلني ازعله مني ولا ايه؟ وضع ده عند اللي حمره واللي شواه. الكلاب ما يردش عليها غير الكلاب. هو السقا هيطلع ايه من العربيه؟ اكيد هيطلع حصان، ده السقا. كلاب؟ يبقى انا في ميدان جوينه. اجري يا دكتور شبه. يا جماعه احنا بنهزر ولا بنشتغل؟ الله، ليه اللي جاب العيال العبيطه دي هنا؟ اسفين يا استاذ احمد، زي ما بقول لحضرتك كده، يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ والله العظيم يا استاذ احمد انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا؟ يلا انت اهو ارتومانية ايه وشيزوفرينية ايه؟ انا فاضلكم. والله يا سقا بيه، انا دكتور محترم واسم الدكتور شبراوي عظيمه. عظيمه يا مصر، عظيمه على نفسك. غور ياض من قدام يا استاذ احمد. صدقني ده دكتور بجد، ما يغركش، هو شكله عجلاتي بس صدقني دكتور. طلع له كارنيه يا عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يامن حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط. افرض الكلام كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا هكلم
معلم رئيس التحليل بتاعك يا نسمة. اهو 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 يا ساقة بيه الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حالة نسمة. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. حول ولا قوة الا بالله. انا بيتي بتخرب وغلاوة هند صبري عندك تساعدني. الله، شكله قفش معانا. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياة منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع يا رشود ومنيل، ايه ده؟ ده انت مفيد، انت خلصان يا ابني، ما ليه حق تعمل معاك كده؟ انت صعبت عليا، ربنا يخليك، وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه. اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. اله ربنا ما يوقع عليك فيلم. امين. اله ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. امين. يا رب تعمل الجزيره 3. عمر يا عمر، انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدام. اللي تؤمر بينك. مبروك يا ولاد، الف مبروك. كده برضو ما تخلونيش اجيب مطرب في الفرح، ده انا كنت ناوي اجيب لكم حماي او العسيلي. ولزوموا ايه عسيلي والحماي؟ مع عصام كاريكا اهو. يا نهار اسود، هايدي المفاجأة الفظيعة دي. هايدي شربت حاجة. هي جاية شربة جاهزة. كفاية يا صعبتي حازم، كنت فاكرني مش هعرف؟ ما انت بتتجوز اهو. أم الليلة لما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعملي فيها عبيط. هايدي أنا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوب. انت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها وانت تعالي بره وانا اشرحلك. مش همشي من هنا لما اعملك فضيحة. هتفضحنا انا مش ليه؟ انت ليلى هايدي، انت عارفة انا داخل الجوازة دي؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان ناخد توكيل فيرونيكا. ولو احنا خدنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى ايه؟ ايه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا. عرفتي؟ يعني لو انت فضحتينا لا هيبقى في دعاية ولا هيبقى في فيرونيكا ولا هيبقى في فلوس من اساسه. يلا بقى يلا تعالي خد اشربها اي حاجة سخنة. يلا نجمة نجمة فيرونيكا. ايوه الله يحرقها هبلك، الله يحرقك بجهازها. في ايه يا حازم؟ انت معروفة بابا. يلا عشان تلبس عروستك الشبكة. يا نهار اسود شكلها غالي قوي. 400,000 جنيه. خسارة فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الحباب دي؟ اتصرفت. ما هو لازم نقدم مقامنا ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا يلا يلا. ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا. اتفضلي يا عروسه، تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بجامة بيير كردان. بجامة بيير كردان؟ دي اخرها بجامة بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض. اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزك بقى تبقى زوج مثالي، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. اقوم بواجبات الزوجية مع دي؟ دي عشان ابوسها لازم اضرب لها حبايتين هابي فيس. البس البيجامه واضرب دول. هو انا صايد اوكشن من جامعه الدول؟ طب افرض ضربت دول النهارده، بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكم خضرا. اتفضلي يا عروسه، الف الف مبروك. لي 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 لي. مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس. خلي بالك من عروستك، ها؟ وما تنساش طلع من مناخيرك. ماشي.
حاج طلبة، يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنامي ببدلة البحر دي؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهاردة في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك على شوية مدفعية، يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا. ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقول لك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك من الاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بص بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بيكحم قدامك. خمرة ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا، متجوز كابتن يا امور. وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده، عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه هو ايه ده اللي خليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا عجلنا شوية. أديك شايف كل حاجة جت بسرعة، وكفاية لوكلك بقى عشان عايز أنام. إيه ده؟ ما تنام! نيل أنام. مش عايزة مخدات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه من معايا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بالف انا وشفا. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك، الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل عناصر محتاجها الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ وبعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ماشي يا ماما، ماشي حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي؟ يعني دي سفاله وقله ادب. يا ستي هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزاهم يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين الترابيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حسبي، انت بيغور الجو الشحات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه، والعمل بقى انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص، هزق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تجيبي اخرك معايا. اتفضلي. ماشي. اتفضلي. هخش بنش فلات، شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست. بليريك بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ بتاعت بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله.
ربنا يكون في عونك. شد حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. كابتن عمر، ممكن بعد اذنك تشيل لنا ال 16 لو سمحت؟ وانت ما شيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فداء. فداء؟ لا مش عامل فداء في سرتي من 3 شهور. الله يخليك. الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ ما فيكش حاجه؟ انت كويس؟ انا تمام، انا تمام زي الفل. الله يخليك. توكل على الله. توكل على الله. انت بتضحك ابوت بوتاجاز. لا ابوت ايه؟ ده انا بالمره قلت اعمل تمرين لعضله السمان عشان كانت شاده عندي شويه. لا والله. انا مضطر استاذن. ها؟ انت رايح فين؟ لا معلش، اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده، عارفاه؟ انا هروح بقى الستيم عشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي، بعد اذنك. ايه ده؟ حد بيشيش جوه ولا ايه؟ كده بقى يا ماما شيخي وبيكلم نفسه وما بعرفش انام خالص. حرام. قولي لي يا سلمى، ايه اللي هو حاطه في وشه ده؟ الظاهر كده عنده مرض جلدي. ده ما بينامش غير لما يدهن كميه مراهم رهيبه. يا دي الخيبه، يبقى اكيد معدي يا حبيبتي، يبقى خلي بالك بقى على نفسك. المهم سيبك من الكلام ده، طمنيني عامله ايه مع جوزك. والله يا ماما. معقوله الكلام اللي بتقوليه ده يا سلمى؟ صدقيني يا ماما ده حالته صعبه قوي، حتى اليومين اللي فاتوا دول عمال اغير له في قمصان نوم، احمر اصفر اخضر احمر اصفر اخضر، لما بقيت عامله زي اشاره المرور. يا خيبته وما تاثرش خالص. ولما جيت اساله مالك فيك ايه؟ زقني وكان هيضربني. بقول لك ما حصلش حاجه خالص. يعني ايه؟ يعني اللي انت فاهمه يا فؤاد. يظهر بقى ان حازم جوز بنتك ده مش تمام. مش تمام؟ حازم تجري وشكله راجل قوي. لا انت عارفه حركات بنتك، اكيد هي اللي بتصده. لا انا شفت بنتي لابسه قميص نوم يحرك الجبل. ويا عيني يا حبيبتي لما حاولت تتكلم معاه وتعرف ايه مشكلته اتعصب عليها وكان هيمد ايده. لا كده ما بديهاش بقى، الواد ده لازم يفضل تحت عيني ونعرف مشكلته ايه. مبروك مبروك يا ولاد، مبروك حازم. مبروك يا ابني. مبروك يا بطل. ما شاء الله عليكم، حلوين حلوين، واضح ان انتوا قضيتوا شهر عسل بجد. يا ريت. بقول لك ايه يا عروسه، احنا بيتنا جاهز لاستقبالك. بعد اذنك يا بدران، انا عندي اقتراح. ايه؟
ايه رايكم يا اولاد تكملوا شهر العسل عندنا في البيت؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، بس اللي يشوفه حزومي. انا بصراحه بقى عندي مانع. شو اقصد يعني احنا قضينا يومين حلوين قوي هنا كفايه، وبعدين اصل البيت وحشني. وبابا انا ما وحشتكش ولا ايه؟ انت وحشتني قوي يا بابا، وحشني. ان كان بقى على بدران بي هو كمان ياخد اجازه ويجي يقعد معانا كام يوم. بجد بجد يا بدران بي المنصوريه عندنا الجو فيها تحفه، ولا انت بقى مش عاوز تبقى واحد من العيله؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. اكلك تعب قوي يا مدام شهيره. يعني احنا عاده بناكل اورجانيك فود ومحسوب بالكالوري، لكن مفاجاه بقى سلمى بتطبخ هايل. بجد يا سلمى؟ اه دي هوايه كده يا انكل. لا لازم تدوقينا في يوم. تدوقنا ايه يا بابا؟ ما تقدر ما تقدر احسن تسمينا ولا حاجه. قولي حازم شكلك هفتان. حازم ركز في الحمام، ده مفيد جدا يشد العصب. حمام. حاضر حمام. حاضر. كل جرجير ده مفيد جدا. حمام انا تقريبا من اول القعده اكلت غيط جرجير. غيط جرجير. كل. حاضر حمام. حاضر. طيب أوه. انا هقوم بقى عشان اتفرج على الماتش. ايه يا سلمى حبيبتي، معقوله تقومي وجوزك لسه بياكل؟ اه انا اسفه، ده بعد اذن حزومي طبعا. يلا يا جماعه هنشرب الشاي في الجنينه، انا عامل حته خلوه هتخلي اعصابكم ريلاكس. التماسيح دي انا جبتها من الهند. العلماء اكتشفوا ان الفصيله دي عضتها اقوى من عضه الديناصور 100 مره. هو باين باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعون سنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين وماما؟ وهتورط ابوه ليه؟ انت مالك؟ ما جايز خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا. يلا يلا يلا. ده بقى الضب المصري. لسعه من ديله بألف كرباج. على فكره حماك ده يا اما سادي يا اما اهبل. ايه رايكم؟ حاجه جميله مش كده؟ هي جميله بعقل يا فؤاد. قول لي هي دي الخلوه بتاعتك؟ طبعا. انا لما احب اهدي اعصابي اجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. اما لما تحس تتوتر بتروح فين؟ الدريم بارك. ايه ده حكايه ابو لهب دي؟ ايوه ايوه. بقول ايه، يا ريت تخليكم انتوا الاثنين هنا تهدوا اعصابكم، وانا هروح البس طاسه الخضه في الاوضه. اوعى. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت اعصابك متينه ولا في حاجه مقصره عليها؟ انا اعصابي زي الحديد عمي، بس ابوس ايدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة. دي مثلاً اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ هذه ثمنها 10,000 دولار. أوف. إيه ده؟ إهدى. قول لي يا حازم. أيوة عمي. أنت متأكد إن أعصابك حديد؟ عمي أنا أعصابك كويسة والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هدية زنبقة لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي. هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروسي دي بتاع عندي عملوا الابارسه، ولاد الابارسه مش عايزين يصدروه. مش عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه ده انت لسه صاحي؟ اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى فيلم لذيذ قوي. لا والله بيضحك موت. الله عندك حق، هو الواحد محتاج يفصل من بيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب. ينفع؟ اضرب يا الحق. بقوا ثلاثة. سمعنا صوتكوا، قلنا نيجي نقعد مع الهلال. اهلا. وانا بقى جايبه لكم فيلم يجنن مش هتنسوه في حياتكم. طب شغليه لنا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم، ده حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضل. اوكي اوكي. هتنبسطوا جدا. بابا. نعم بابا. يلا بينا بابا قبل ما يتحولوا ويأكلونا. يلا بينا. ما هيتحولوا ساعة كده. يلا. لولا ان احنا اصحاب انا ما كنتش جيت لك.
زي ما انت عارفه اصل الموضوع حساس قوي ومحرج خالص. لا ولا محرج ولا حاجه يا حبيبتي ابدا. انت عارفه الموضوع ده بيحصل دايما في بدايه الجواز. طب انتوا مثلا ما حاولتوش تقعدوا معاه؟ جايز عنده حاله نفسيه او جايز كمان انه متوتر شويه، واحتمال كبير قوي يكون في حاجه مضايقه. انا فعلا اتكلمت معاه بطريقه غير مباشره طبعا، ما اعتقدش ان عنده مشكله نفسيه. تبقى اكيد مشكله عضويه. وفي الحاله دي بقى احنا دكاتره الذكوره بندي المريض الاول في البدايه حبوب هيربل سترونج ميديسن، على فكره بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي او حطه له في العصير او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو جاي شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري. متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. ارباري يا حبيبتي. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد انا بحذرك، الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطه واحتمال كمان. الله عليك، فكره جنن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي، بس ما جبتش مدام شهيره وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتقرف منها. أنا صحيح عمي أنت عرفت مكان مصمة العفش ده منين؟ العفش ده أحسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. اتفضل. جبت لك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باش عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش عمي انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه الكوارع. انا شوربتي جايه طوعني مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش اشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس ناس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشوربه ايه؟ ما تهدى يا فؤاد مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفس هو كمان. اتفضل يا باشا. جتني؟ بتعنات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيبه بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده عيب كده؟ استني استني كده انت فاكرني ايه؟ افهمي بس افهمي انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني هاتي بوسه. يا لهوي عيب كده يا بنت؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هي دي المعجزه يا بنت، اسمعي كلامي، تعالي راح فين؟ تعالي بس هاتي بوسه انت ما تعمليش. يا لهوي افهمي. لا يا بيه عيب كده يا بنت. وطي صوتك يا بيه عيب كده. نقدر صديق يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا علاءات بابا في سن اليأس. معلش يا شيخ انا في قمة مجدي. خلاص يا علاءات حقك حقك يا علاءات. خد خد علاءات. معلش يا علاءات حقك علاء. يا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. بطيب بخاطرها. امشي يا بابا. يا بابا يا بابا يا بابا افرض لمت هدومها ومشيت هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه شربة الكوارع دي شربة فولاذية أحيط فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنتي ناس برضك يا بيه كله اللي كده. أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي إحنا هنعمل اللي أنتي قلتي عليه فورا. باي باي مع السلامة. ها قالت لك ايه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطه وتسلب شرايين. احنا لازم يا حبيبي نديله حقنه دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنه دي انا اجيبها منين دلوقتي؟ انا اعتقد ان بنتك على طول شايلها معاها علشان التمرينات. انا عارفه انها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. انا هروح اسالها وانت انزل دور في الحمام. يا بابا ايه الاخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجه. هيهديك شويه هيهديك شويه. حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار نار
نار عماله تزيد نار نار يا بابا، ده التسويه وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين هديد. لا يا بابا انت في حالتك دي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شويه، اجمد ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه مصيبه. يا عمي انت مين قال لك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي يا دي الفضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. معلش يا فؤاد، شربت الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضو عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي. حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا يا نهار اسود. لا ايه ده ايه ده؟ انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، كل الزعاني او الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده، انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقنه السكر؟ هو في حقنه السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت. يا بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلقها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كمان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه. لما بشوفها مستريح. عنايات بتاع مين النسكافيه ده؟ ده النسكافيه بتاع حازم بيها وديهوله الاوضه. لا اديهولي انا وشوفي كده مدام شهيرة عايزه منك ايه. حاضر. يوه قلت يلا بقى. التاني قال لك تسلم، الحكم قال فاول، المساعد قال لك براس. البنت في اشعاع، البنت في حاجه غريبه. سامح العيدروسي لمس الكره بدماغه فاشترك في اللعبه. ايه الباور دي؟ انت بتكلم مين؟ ده كابتن مدحت. عايز اقوله ان الجون ده اوف سايد اصلا. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ابوكي ده ليه حركات انا مش مستوعبها، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش هتشد حيلكم كده وتجيبوا لنا حته عيل صغير؟ سيبك مني. لا المشكله مش في كده، المشكله في ابويا انا كمان، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش ناويين تشدوا حيلكم وتجيبوا لنا نفس العيل الصغير؟ سيبك منه برضه. انت حرف ابوكي، انما انا ما اقدرش اكسر كلمه لابويا، ابويا عصبي ونيرف. انت هتستعبط؟ انا مش قايلك تنسى الحاجات دي خالص. اقعد بقى كده يا بابا وسيبني اكمل البرنامج. برنامج ايه؟ الماتش خلصان من 3 ايام والناس عماله تحلل. لا ده برنامج مساء الانوار، بنفضل كده مع الكابتن مدحت لبعد الفجر. لا والله. طب بقول لك ايه؟ ما بلغ الكابتن مدحت شلبه كده، طالما بيعمل برنامج مساء الانوار وبيسهر بيه للصبح يعمل لنا بالمره صباح الخيرات، بدل ما يتشحطط في المروح والمجي يبيت في المحطه. بقول لك انا عايز اقول لك على كلمتين كده. انت اتجننت يا بصي انا اتجننت وعايز اطلع بقى جناني عليكي. ماشي باين عليك يا مش هتيجي غير بالعنف. عرفت منين ان انا بحب العنف؟ والله. الله ايه الخبط والرزع ده؟ ده جاي من ناحيه اوضه نوم الاولاد، ما تيجي نروح لهم ليكون في حاجه. اقعد يا راجل اقعد، مفيش حاجه، عرسان جداد بقى وانت عارف، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. حاكم الواد حازم ابني ده ولد مجرم من غير شرب الكوارع. شكرا يا عنايات. ها طمنيني.
اطمنك مفيش فايده. مفيش فايده؟ يعني ايه؟ الحبايه ما جابتش نتيجه؟ مش عارفه اقول لك ايه، انا مكسوفه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. الولد منتهي يا فؤاد، منتهي، وحبيبه قلبه مامي مقطعه نفسها من العياط. لا ده جبله بقى. معلش يا حازم، انا لولا شويه التعب اللي جولي دول واني مش قادر اسوق انا ما كنتش عطلتك معايا. ولا يهمك عمي. قول لي يا حبيبي، إيه انت عملت تشيك اب قبل كده؟ لا الحقيقه ما عملتش، انا الحمد لله صحتي زي الفل. انت متاكد؟ ها؟ اي يعني تطمن، يعني انا طول عمري راجل رياضي، لا ليا سجاره ولا كاس ولا اي حاجه تانية، ومع ذلك قلبي تعب فجاه. سلامه قلبك عمي، انا الحمد لله قلبي زي الحديد. يا ابني في حاجات تانية لازم تبقى زي الحديد. علاقات نسائية؟ الكلام ده بينه وبينك ولا انت بتسيحي؟ بتعدي لحد كام؟ وبعدين هو في ايه بالظبط حضرتك؟ انا اللي بسأل هنا، انا عايز اعرف بقى العلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك ماشية بصورة طبيعية ولا فيها اي خلل؟ هي وصلت للعلاقة الحميمية وانا جاي احلل ايه بالظبط؟ تحليل ذكورة. ذكورة؟ الحمام على ايدك اليمين وانت خارج، اختلي بنفسك. اختلي بنفسي؟ مال التشيك اب ومال الذكورة يا مدام؟ انسها من فضلك، وبعدين ايه اللي يمنع ان احنا نتاكد؟ انت عايزه تحللي القرشين؟ بقول لك ايه؟ مراتك بتشتكي منك. ايه؟ مراتك انا بتشتكي مني؟ بتشتكي من ايه بقى ان شاء الله؟ عريس جديد وفي عيادة الذكورة، هكون بتشتكي من ايه؟ سنانك وجعك يعني؟ ده ايه كمية الشربات دي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ انطقي بدل ما اعملها معاكي. بجد؟ يا ريت. يا ولية في ايه؟ بس الحقيقة حماك وحماتك اصدقاء ليا، وهم يعني اللي عرضوا عليا مشكلتك دي. مشكلة؟ هي بقت مشكلة؟ الخبر اسود ومنيل. مشكلة؟ هي وصلت لمشكلة؟ ما تلحقونا يا جدعان يا جماعة. افواد ايه؟ افواد باشا؟ خير ايه؟ خير ايه؟ خير يا دكتورة؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين؟ بقى انت منيمني وجبني هنا علشان تحللي عشان شاكك في خضراتي؟ لو جبت كده حاجة اهدى، وانت سيبني حتى بره خالص. حرام عليك، انا هولع في المستشفى. سيبني يا عم ارجوك، انت مجنونة يا عم، مجنونة. والبصر كل حالة وليها علاج. ما تتكلمي يا دكتوره. هتكلم اقول ايه؟ هم الرجاله كده، اول ما تقابلهم مشكله من النوع ده ما يحبوش ابدا يواجهوها. يواجهوا مين يا ولد؟ يا ولد جاي على عمر ميزه فيا وتشككي فيها؟ انا مش هسيب الولايه دي، انا مش هسيبك. جاي تشككي في خطراتي كراجل؟ على فكره بقى يا عمي، بنتك دي كدابه، مش مداني فرصه حتى ان انا ابوسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شفتها بتعاملك بمنتهى الود والحب. ده قدامك بس يا باشا، لكن اول ما بيتقفل علينا اوضه بحس ان انا معايا سيد معوض. اسمع، أنا بنتي ممكن تعمل أي حاجة إلا الكذب. ماشي يا باشا، أنا هزمك لك. إيه يا عم أنت؟ إيه؟ شفت عفريت ولا إيه؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ كنت باخد دش، عايزين أطلع لابس إيه؟ دش ده. راح فين؟ هو إيه اللي راح فين؟ راجع من التمرين داخل آخد دش. حلو أوي، ما تيجي بقى ناخده مع بعض. ناخده مع بعض؟ ماشي؟ ودشك بقى وجلك وشاور جلك وشباطك ودلع. أوعى من وش الساعات. إلا الساعات. ليه؟ عشان الساعات دي ساعة الحزم. يعني إيه؟ يعني دقة ساعة العمل. اثبت يا حازم. دقة ساعة الزعف. اثبت يلا. دقة ساعة الانتصار. هقل معاك. يا رجوع إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. إحنا فينا من كده؟ أوكي. أنت عايز تلعب الماتش والغالب يظبط تاني؟ آه. سنتاري. أوووه، أنتوا ساكتين ليه يا كباتن؟ أبو فين؟ أبو فين؟ حرام عليك، حرام عليك. يا بابا يا بابا يا بابا، مش عايز اتعب عليك، مش عايز اتعب عليك. الله الله الله، مش عايز اتعب عليك. قدك ده حرام عليكي، اول مره اعرف انك كدابه. من فضلك يا بابا، انا وافقت على جوازك عشان اديك اكتر من كده، مش هقدر. لا هتقدري، وغصب عنك
خلاص يا فؤاد اهدى مش كده. انا مش هعمل حاجه غصب عني تاني، سيبوني اعيش حياتي زي ما انا عايزه. يا بنتي وهي العيشه اللي انت عايشاها دي اصلا عيشه؟ انا هفضل كده ومش هتغير. خلاصي عمي ارجوك، سلمى مراتي واحنا قادرين نحل مشاكلنا مع بعض. مشاكل ايه اللي احنا هنحلها مع بعض؟ لا انت طايقني ولا انا طايقاك، احنا نتطلق ونخلص. هنتطلق بس مش دلوقتي علشان ما نضايقهمش. يوه رايحه فين؟ انا زهقت بقى من العيشه اللي انا عايشاها دي. يعني انا اللي ما زهقتش؟ ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. كلكم تافهين، ما يعجبكوش غير تلبس المحزق والملزق. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ ياه انت مش طايقني الدرجه دي؟ طب انا اتجوزتك عشان ارضي ابويا، انت بقى اتجوزتني ليه؟ علشان ارضي ابويا برضو. بقى اضحي بكل الموزس دي عشان ترضي ابوك؟ موزس؟ اه طبعا موزس. ما انت ماسك لي كاميرا وعمال تجري لي ورا البنات وتقولي مدير واعلان. حازم تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حاجات كتيره طبعا. ولا حاجه، على الأقل أنا خدت 3 مرات أحسن لعيبة في مصر. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. اتفضلي انزلي، انا هروح اسهر مع اصحابي شويه. وانا ما سالتكش انت رايح فين. ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حضرتك تاخد عربية حازم بيه؟ لا. طب اطلع اجيب لك بتاع الكاوتش. هينفقهم ازاي بس يا عم خلف؟ لسه هيفكوهم وياخدهم وحلني بقى وانا مستعجلة. صباح الخير يا خلف. صباح الخير يا حازم باشا. افتح البوابة لاني مستعجل اخر فيصل. حازم ممكن بس تاخد لي في طريقك للتمرين احسن، عربيتي فيها عجلتين نايمين. عجلتين؟ طب مفيش استبن؟ بقول لك عجلتين. طب مفيش استبنين؟ انجز هتوصلني ولا لا؟ رغم ان انا مستعجل بس مضطر اخدك في طريقي. اخفى بوش سعاده. شكرا جدا. سلمى سلمى كنت عايز اسالك سؤال. هو انتوا في تمرينات الكوره بتلعبوا الكوره برضو؟ لا ده سباحه. لا لا ما اقصدش لطف. يعني انا اقصد ان انتوا بتلفوا حوالين التراك بتعملوا اطالات. اصل في ناس صحابي قالوا لي ان الفرجه على تمرينات الكوره ده شيء ممتع جدا. لا لا ما انصحكش، دي حاجه ممله جدا. لا بقى ما هو لحظه برضه مهمه جدا، لازم الواحد يشوف الحاجات الممله علشان يعرف الفرق ما بين الممل واللي مش ممل كده يعني. هو انت مش قلت انك مستعجل شويه؟ ده انا مستعجل جدا على فكره. تمرين ايه وهبل ايه اللي انا عايز احضره؟
انتوا شكلكم بتتاخروا في التمرينه دي صح؟ لا النهارده بنخلص الساعه 4. يا سبحان الله يا سبحان الله. انت حد قالك ان انا كمان بخلص الساعه 4 صح؟ لا هي ما حدش قال. طب وحياه باباكي حد قالك ان انا بخلص معاكي من نفس الشارع ده؟ لا برضو ما حدش قال. لا ده انا كده مضطر ان اخدك معايا واحنا مروحين. لا مش عايز تعبك. لا 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 انا كراجل لازم اعمل كده، دي حاجه تخصني يعني ما تخصكيش. اوكي اوكي باي. بيس بيس. عايزك تجهزي نسب مبيعات كل منتج من اول السنه لغايه دلوقتي. بس تحضير نسب المبيعات مش هقدر اخلصه النهارده. وحدك جاي تاني امتى؟ خد وقتك، بعد كده هتلاقيني هنا كل يوم. في ايه يا حازم؟ سمعت انك هنا ما صدقتش نفسي، انت كويس؟ طب روح انت بقى، تروح انت ما تحرمش. ايه يا عم انت؟ انا جاي هنا عشان اشوف شغلي، مالك؟ بقولك ايه؟ ما تشتغلنيش، انا اكتر واحد في الدنيا دي عارفك وحافظك، انت كويس كويس ولا في ايه؟ ترقى رؤوف. انت يا ابني اتهبلت؟ بقولك جاي هنا علشان اشوف شغلي، مالك؟ طمنتني. حسبها ان انت جاي تشوف شغلك؟ ابوك عامل اجتماع لكل موظفين الشركه الساعه 4 مع الموزعين، هتحضر الاجتماع؟ للاسف انا لازم اروح اجيب سلمى من التمرين. سلمى مين؟ سلمى مراتي. انت اتهبلت ولا ايه؟ في ايه؟ تعالى انا حازم ولا عين ولا حاجه، انا زي الفل. امال ايه التغيير المفاجئ ده؟ ولا تغيير ولا حاجه، انا اصلي صحيت الصبح النهارده لقيت العربيه بتاعت سلمى الفرده الكاوتش بتاعتها مهويه. عارف انت العيال الصغيرين اللي بيلعبوا في العربيات دول؟ واد منهم ابن لذينه فسلك الكاوتش، فقلت خدها معايا يعني حاجه لله مساعده. العيال الصغيرين؟ اه عارفهم العيال دول؟ عارفهم انا العيال دي، العيال الرخمه. اهو الرخمه دول انا حافظهم كويس قوي بقى. طب بقول لك ايه، طالما حافظهم بقى ما تروح تشوف شغلك وبطل رخامه. نادي انترناسيونال. ايوه ايوه هي دي. بصيله بقى بصيله بقى، يلا يا عم. ايوه يا عم يا عم حرام عليك، خد الكوره. ايوه ايوه يلا جايه اهي جايه اهي، خش عليه خش عليه. على فكره انا استنيتك قدام النادي النهارده زي ما اتفقنا، واحده صاحبتي روحت. بقى ماتش جامد ده باين عليه صح؟ هذا ريال وبارسا. هوبا البورصه، البورصه كمان عملت فريق. بقول لك بارسا يعني برشلونه، وبعدين ده نهائي اوروبي، ايه علاقته بقى بالبورصه والمقصات اوروبا اسبانيا البارسا؟ وانت بتشجع مين بقى؟ مطرح ما ميسي يلعب انا بشجع، اصل بحبه قوي. بس تقريبا ميسي ده كان معارض طلائع الجيش هو سامح العيدروس صح؟ لا بقى طالما مالكش في الكوره يبقى النبي تفضل ساكت عشان خاطري. ها؟ يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا وتعادلين. يلا بقى يلا بقى. هي دي هي دي هي دي هي دي. جول 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 بارسا 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 بارسا. ده ميسي ده لعيب لعيب. انا اسفه اصل احنا متعودين على كده يعني لما بتجيب جوان في الماتشات. في واحده هتعتذر برضه لما تحضن جوزها. لا دي شغلانه بقى، في حد مستقصدني. ايه ايه هو في حد يقدر يهوب ناحيه الجنينه؟ هو انا قاعد خيال مقاطع ولا ايه؟ شكلك كده يا عم خلف. افتح بابا عم خلف لاني مستعجل. اخر فيصل. حازم معلش بقى انا اسفه، ممكن توصلني لان نفس العجلتين ناموا. نفس العجلتين نفس العجلتين. طب اتفضلي اتفضلي تحت امرك. نفس العجلتين. طب ينوع العقل زينه، ده انت غبي قوي. بابا مشغول مش قاصد. حازم في ايه؟ مالك؟ مالي انا عادي جدا على فكره. لا مش عادي، انت متغير مش انت. وبعدين طب ما انا كنت بكلمك في اي وقت كنت بترد حتى لو مراتك قاعده جنبك.
صدقيني لو ما رضيتش بيبقى غصب عني. طب وحكايه جوازك دي هتنتهي امتى؟ اظن كفايه كده. هو فعلا كفايه كده. هاني اخر مره هنبهك يا حازم، لو كلمتك وما ردتش هجيلك عش الزوجيه بتاعك ده وهعمل لك فضيحه. طب ولزومه ايه الكلام الكبير ده؟ وأشري كمان شوية. صباح الخير. أهلاً. إيه الريحة الحلوة دي؟ زيك يا بدران، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ والله اللي ولاد وحشوني قلت أجي أشوفهم. أنا مش عارف أنت ليه سممت تروح، ما كنت تقعد معانا كمان. لا كفاية قوي الأجازة اللي قعدتها، ده أنا رحت الشركة لقيت ورايا شغل متلتل ما أجنينه لما أنزل. هتتغدى معانا النهاردة، أنا عامل لك كباب هتاكل صوابعك وراه. حاضر، بس هما الولاد فين؟ سلمى في التمرين، ما انت عارف نهائي الكاس قرب، بس هي زمانها جايه وحازم لسه نايم فوق. طبعا اذنكم اطلع صحيح لحسن، محتاجه في حاجه مهمه قوي في الشغل. اتفضل. حازم 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 ايه يا ابني؟ بص على ايه؟ اصحى جون. ايه دي مصيبه. مصيبه خير يا بابا؟ في ايه اللي حصل؟ يشيل الجواهر اللي جبنا منه الخاتم لسلمى، عاوز فلوسه. يشيل فلوسه؟ ايوه. مش فاهم حاجه. أنا أصلي بصراحة كنت كتبت له شيك يصرف بعد الشهر، الشهر عدى، موضوع القرض لسه ما خلص. شفت يا بابا؟ أنت اللي عملت لي فيها نجيب ساويرس وقلت لازم نقدم مقامنا. الحل إيه دلوقتي؟ الحل إنك تسلت الخاتم وترجعه لبشير الجواهرجي، لا من شاف ولا من دري. إيه يا بابا الكلام ده؟ طب افرض عرفت إن أنا اللي خدته منها، هيبقى شكل إيه قدامها؟ يا سلام، خايف على شكلك قوي ومش خايف على أبوك اللي بالسجن؟ يا بابا هتعميني. حاضر، دي فرصة أفكر وأتصرف. إيه في حاجة؟ لا لا مفيش يا مفيش. حازم يا ابني اتصرف بسرعة عشان خاطر أبوك، ها؟ وأنا نازل لهم أشوف حماك اللي عامل لي فيها أبو شقرة. أوكي. اشتريت يا زوما. حلال عليك يا جلجل. بقول لك ايه، يومين كده ظبط كاشاتي واديك تليفون. خد وقتك يا معلم. بس بقول لك ايه، اليخت ده شاف تاريخ مشرف يا باشا ولسه هيشوف. يلا تشاو تشاو يا بيبي. سلام. باي. واحده واحده وانت سايق كده. ها ربنا يديك خير ويكفيك شره. تفتكر جلجل ده هيكمل تاريخك؟ تاريخ مين ده؟ اليخت هيغرق بيه؟ ده مخروم. وابوك عارف ان انت هتبيع اليخت؟ هو كان عارف ان انا اشتريته من اساسه يا عم. كنت سلبت الخاتم من البيت زي ما ابوك قال لك وخلصت. هيبقى شكله وحش قوي قدامها. ده انت عرفت بنات زي القمر، اشمعنى يعني سلمى دي اللي ماسك فيها؟ دي كابتن. تعرف سلمى دي مختلفة عن كل البنات اللي أنا عرفتهم. أنا لاحظت إنها لدغة. لدغة. سلمى أنت بتدوري على حاجة؟ في حاجة ضايعة منك؟ لا أبداً، أنا بس قعدت أتبرع بالحاجات اللي ما بلبسهاش لدار الأيتام. دار أيتام؟ طب ده كمان هتتبرعي بيه لدار أيتام؟ طب ما تلبسي لي الأيتام اللي هنا. على فكرة أنا أمي ميتة ومصحف الشريف. مالكش دعوة أنت. بقول لك إيه؟ خد الخاتم ده، أنا ما بلبسوش، ملوش لازمة. انت سمعتين انا وبابا صح؟ والله غصب عني كنت داخله اغير هدومي. خد الخاتم بقى. خليه ان شاء الله هتتحل. انا ما يردنيش تبقى في زنقه عشان حاجه ما بلبسهاش، عشان خاطري خد. عشان خاطري خليه. اتفضل يا بابا. ايه ده؟ شيك بفلوس الخاتم. شيك بفلوس الخاتم؟ ليه انت ما رجعتش الخاتم لبشير؟ ما رجعتش حاجه. ازاي ده؟ بشير كان هنا وساب لي الشيك اللي كتبته له، قلت اكيد انت رجعت له الخاتم. بقول لحضرتك ما رجعتش حاجه يا بابا. ازاي؟ امال مين اللي عمل كده؟ سلمى. على فكره بابا البنت دي جدعه جدا، سمعتنا واحنا بنتكلم امبارح وعرضت عليا ان انا اخد الخاتم وانا ما رضيتش. انا عندي ليك خبر هايل، القرض قريب قوي هيتوافق عليه، يعني ساعتها بقى هتبقى حر تطلع وقت ما انت عايز. فعلا يا بابا هو خبر حلو. على اذنك. وإيه اللي بيحصل ده؟ يا نانا سوايا شدوا على الكشوية. ساعة
سادتي يعني سادتي سادتي احمد مجدي يحييكم ويتمنى لكم مشاهده طيبه لمباراه نهائي كاس الانديه للنساء لموسم 2010-2011 بين فريقي النصر والجلال. يا عم انت ما بتشجعش ان انت جاي زار ولا ايه؟ الراجل ده جاسوس يا جماعه. سبحان الله انا معاكم. ابو لابس الفنانه دي ليه؟ ابوي يلا يا نصراويه. شكل الانتهاء وشايف دلوقتي الحكم الرابع بيرفع اللوحة وبيعلن عن 3 دقائق وقت ضايع. وشايف سلمى داخلة بالكرة سلمى داخلة بالكرة عدت من اول لعيبة والتانية والتالتة هي والجون هتجيب جون. الحكم صفر. يا ترى هيحسب ايه يا رب؟ ضربة جزاء. بيحسب الحكم ضربة جزاء. لما تحب تجيب جول كلم سلمى على التليفون هايدي مش هينفع اجيلك خالص النهارده، انا مزنوق جدا. بص بقى انا عيد ميلادي النهارده وانا قايله لك من مده ومش هقبل اي اعتذارات. خلاص يا هايدي ما تزعليش، ليك عندي هديه. حازم انا اصحابي كانوا عاملين لي بارتي وانا حلقت لهم عشان نبقى مع بعض، لو ما جيتش بقى انا هجيلك وانت عارف مجنونه واعملها. هي مش دي اوضتنا برضو ولا انا تقريبا دخلت اوضه غلط؟ هي دي اوضتنا، بس انا قلت اعمل احتفال كده بمناسبه الكاس، والاكل ده انا اللي عاملاه على فكره. ده احنا ليلتنا فل. ايه ده؟ مشغل الميلودي كمان؟ امال فين مساء الانوار وسادسه مساء واستاد مصر؟ ده احنا فجرنا بقى. وانت اللي عامله الاكل ده صح؟ امال انت فاكرني مش ست بيت ولا ايه؟ هو الحقيقه لحد اول امبارح انت تقريبا كنت راجل البيت. ثانيه واحده. ايه ده؟ مبروك. فايز. هو حازم بيه مش جاي ولا ايه النهارده؟ انا سعيد. كبير. وبعدين خليك في شغلك. انت لما دي. بقول لك ايه؟ ما تجيب لنا قناه مودرن، عايزين نلحق الفقره التحكيميه. انت اهتماماتك بقت كرويه قوي. اعمل ايه؟ حبيتها. هي مين دي؟ كرة طبعا. ما ترد على البتاع الممل ده ولا اقفله ولا اي حاجه؟ لا اقفله، ده شيء صعب جدا. عارفه ليه؟ لان ساعات بيبقى فيه مصايب كده واخده بالك، ولازم يبلغوني بيها. اهو بصي استني لحظه. ايوه خليك معايا. اهو شفتي في كارثه حصلت. انا لازم استاذن، اروح اغير هدومي. Thank you.
طب وانا مالي انا؟ لا مش قادره، سامحني بقى يا رب. مش بتشرب؟ تحب نكمل في حته تانية؟ لا لا ده انا بس دايخ شويه، ده انا حتى بفكر ان انا اروح. لا تروح فين؟ انا قلت لك انت النهارده بتاعي. هايدي انا حاسس ان احنا خلاص. هو ايه ده اللي خلاص؟ يعني الحوارات اللي بيننا ما بقاش ليها اي لازمه. ايه ده يا زومي، انت سكرت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ سلمى سلمى ارجوك اسمعيني. سلمى انت فاهمه غلط، انا بحبك انت على فكره. انا كنت جايه النهارده علشان اقفل حوارات قديمه، والله العظيم بحبك انت. ما تصدقيهوش، حازم متجوز الجواز مصلحه عشان القرض اللي كان مقدم عليه بدران بيه في البنك عند باباك. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انت تخلصي خالص. مش هخلص. اوعي تفتكري انه بيحبك. عايزه تعرفي ليه؟ بصي لنفسك في المرايه وانت هتعرفي. وصلت له سلمى ده للأسف الشديد أنا سبب أساسي فيه بخوف الزائد عليها. وهي صغيرة كنت دايماً أقول لها ما يصحش كده، ما ينفعش كده، الناس هتقول عليك إيه، أنت بنت، كلام ده للولاد وبس. لغاية ما بدأت تلبس زي الولاد وتتصرف زيهم، لدرجة أن زميلة في المدرسة كان يقولوا لها يا سالم. من حوالي سنتين اتخطبت لواحد بعد إلحاح كبير مني أنا وأمها، لكن هو ما استحملش تصرفاتها، سابها وراح اتجوز واحده صاحبتها. كانت ضربه قاضيه بالنسبه لسلمى. الدكاتره كلهم قالوا لي الحل الوحيد لسلمى انها تتجوز وتبقى ام، لغايه ما ظهرت انت بالصوره. وبعد اللي انت عملته رجعنا لاول سطر. طب يا عمي انا عايز اقابلها، اتكلم معاها. هي سافرت الشاليه بتاعنا في شرم الشيخ، مش عايزه تشوف ولا تقابل حد. على فكره يا عمي انا مش جاي اصالح سلمى عشان خاطر القرض والكلام الفاضي ده، والله العظيم انا جاي عشان هو بس. قرض ايه يا ابني؟ أبوك فعلاً كلمني على القرض وكان عايز يقدم، لكن هو ما قدمش من أساسه. ما قدمش؟ قبل فرحك بأربع خمس أيام مشكلة أرض غير ده اتحلت وبعتها وما بقتش خلاص محتاج للقرض. ونبهت على رؤوف ما يبلغكش. رؤوف؟ أعمل إيه؟ الرئيس بتاعي ولازم أسمع كلامه. يعني ما كانش فيه قرض والمدة دي كلها كنتوا بتستغلوني؟ أه بضرب بيه ده داعية. إيه؟ يعني هو عايز مصلحتك. روح على مكتبك. أنا ما انكرش إن في الأول كنت عاوزك تعرف على سلمى عشان ناخد القرض، لكن اكتشفت إن سلمى دي هي الوحيدة اللي عرفت تشكمك. لما تحل بقى مشكلة الفلوس والتسيبك تتربى يمكن تعرف إن الإنسان مش بشكله إنما الإنسان باللي جواه. طب لما أنت بعت الأرض ومعاك فلوس إيه موضوع الخاتم؟ بصراحة كنت عاوز أتأكد إنك بتحبها. أنا فعلاً اكتشفت إن أنا بحبها، بس بعد إيه؟ الموضوع انتهى خلاص. لا 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 انتهى ده ايه، ما تقولش الكلام ده. خاتم اهو يا حازم، يلا روح بسرعة بس المرة دي بجد. حازم هو لسه في اعتراف كمان خير؟ الخاتم ده
ب50,000 بس. ممكن اعرف انت بتسمعي ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ وعرفت ان انا هنا ازاي؟ على فكره سلمى الموقف اللي حصل ده كان غصب عني. ممكن تديني فرصه اشرح لك؟ على فكره البنت اللي انت كنت قاعد معاها دي سافله، بس انا سمعت بنصيحتها وبصيت في المرايه. سلمى، سلمى من فضلك اديني فرصه. سلمى اسمعيني، انا معاكي اكتشفت حاجات اهم من الشكل والمنظر. بطل كدب بقى. انا مش هكذب عليكي، انا فعلا اتجوزتك عشان القرض، بس قلبت معايا بحب والله العظيم. اعمل ايه سلمى؟ انا حسيت معاكي حاجات عمري ما حسيتها قبل كده. سلمى، سلمى على فكره انا مش بكذب عليكي. سلمى لو سمحت اسمعيني. سلمى اديني فرصه. مش قادره اصدقك، طلقني وده اخر كلام عندي. على فكره ابويا ما قدمش على القرض، انا جاي هنا علشانك. سلمى، سلمى ارجوكي، سلمى لو سمحتي. سلمى، على فكره انا اللي كنت بقول لعم خلف ينام كاوتش العربيه، بس هو كان عبيط بينام فرتتين. ماشي، انا ماسك نفسي ومش عايزه اتجنن واتهور. انا ممكن اقطع نفسي عشان خاطرك واتعور. طب لو زعلتك تاني مشيني واديني كارت احمر من غير انذار. انا مش هقبل تخاصمني وتزعل، لا مش هرضى بقى بعد الحب ده كله اتصد واروح في الارض. انا ممكن ابوس على راسك بس تحن وترضى، اصلا انا على نار. الخصام ممنوع والزعل مرفوع، ده انت اللي خصمك يبقى حكم على روحه بالموت. حقك على عيني يا مطلع عيني، من يوم ما خصمتك وانا مش مرتاح ولا مبسوط. انا مش عايز فلوس، انا عايزك انت. ايه الجنان اللي بتعمله ده؟ كفايه كده وتفضل امشي بقى. مش همشي. على فكره بقى انا اتمرمطت عشان اقولك بحبك. شرم الشيخ كلها تعاطفت معايا الا انت. مش عايزه حد يحبني، ولا بحب حد ولا احب حد. كذابه، عينيكي بتقول ان انت لسه بتحبيني. قلت لك ما بحبش حد. طب من غير ما نغير مواضيع، انت كنت طالبه بيتزا بايه؟ بالبواخ. طب ايه رايك في البواخ دي؟ ايه ده؟ ممكن تعتبريني بطلب ايدك من اول وجديد، ودينا في شرم الشيخ نقضي شهر العسل اللي احنا مقضيناهوش. اسفه يا حازم، احنا اتجوزنا وفشلنا. اوكي يا سلمى، انت ايه؟ حجر؟ ما بتحسيش؟ ماشي يا سلمى، هطلعك اول ما هنزل مصر، بس خليكي فاكره انا عملت اللي عليا. حازم،
بتعرف اني مش هون عليك. خد موبايلك معايا من ساعتها. خليهولك، انا كده كده كنت هغيره بس لو بيهنج. الو، يا بابا خير؟ في ايه؟ بتكلمني بدري كده ليه؟ ايه؟ الدار ولطف، الدار ولطف. مش مهم العربية، هي غالية بس مش مشكلة. انا راضي يا رب، انا راضي يا رب. ايه المشبك ده؟ الدار ولطف. بعد ما اتخليته امبارح بالليل سابك ونزل سايل العربيه بسرعه جنونيه عامل الحادثه زي ما انت شايف. ربنا يستر. هو حالته ايه يا دكتور؟ عنده كسر في العمود الفقري، بس انا عاوزك تتمسكي. الموت ما بيفرقش بين كبير وصغير، ده كاس ودايري وكلنا هندوقه. يا ساتر يا رب. ايه يا دكتور كل ده كفايه؟ بموت بموت. حازم سلامتك يا حبيبي. حبيبي مش قادر اصدقك. ايوه طبعا حبيب. لو كنت سمعت كلامي كان زماننا. كان زماننا ايه؟ بناكل بيتزا. انا هي كانت بايه؟ بيبروني. خساره يا خساره. قوم انت بس بالسلامه وانا اجيب لك محل بيتزا بحاله. بجد؟ يعني انت خلاص مش زعلانه مني؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في واحد العمود الفقري بتاعه مكسور ينط النطه دي؟ معجزه، ربنا قادر على كل شيء، هنعترض؟ استنى 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 استنى، ده انت نفس الدكتور اللي قلت لي ان بابا حالته صعبه وبتاع. الله 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 الله، ودي كمان نفس الاوضه. دي مستشفى الاشتغالات بقى. استني يا حبيبتي، انا هفهمك كل حاجه. لعلم حضرتك انا ماليش دعوه، فؤاد بيه هو اللي ظبط كل حاجه. شفت بقى افكارك السودا وصلتنا لايه؟ ما 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 كده يا بابا بتضحك عليا؟ استنى عندك، سيبونا لوحدينا شويه يا جماعه. مالكم انت هتعمل ايه يالا؟ دقت ساعه